بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. مقعي هو عبد القادر عبد السلام سياد، أستاذ التربية إن شاء الله تعالى. أرضي وحين نقارن دونا إن شاء الله تعالى وقت ما بدونا تربية إسلامية نكسو جرني فقه لو يغانا فقه الأسرة، وحين هرق السوق قادرنا عشر كهوري طلاقة إيا حكام تيسا إيا قيبه إيسا iyo adawaadka loo yaqaan adawaatu taaliiq iyo su'aalahoodiiba waxaan insha Allah ta'ala qaran doonaa maanta ar-raj'a wal-'idda wa ahkaamihima raj'ada iddada iyo ahkaamta ay leeyihiin labadaasu iyo waxyaala kale oo iyaguna tafaftiro insha Allah ta'ala qaran doon marka waxaan insha Allah ta'ala rabaa in sheego ma jiro wax loo yaqaan at-tafsiir harfi aray aray in loo dul istaago si guudba casharka loo macneeyaa si guudna aad u faahanto isku day aad iyo aad isugu day buugaaga waxa ku qoran xaraf kasto buugaaga ku qoran macneedu ma in lagu macneeyo xaraf xaraf lagu sheegayo si guud qaacido guud baa lagu siinaya sidaas aad u raacaysa insha Allah ta'ala darsigeena labad wax weeyaa ayuha ikhwa ar-raj'a casharkeenu wuxuu ka kooban yahay taariif een raj'a inaad baa aan raj'a taariif kaada barano xikmadeeda iyo een طلاقة أو عن هروج الصهاد الله سجنا إن أي مرته بل سجنا ويرجع على واحد إسلام قصية أو مرته أي وذا جنوي مركا تعريف كذا كوباد وحوي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة إن وقبل لفري يشرع أن كصهاد الله إن السويعلي والقصيعلي إلى ما كانت عليه سيدي هراي وهاي كوانا ولا غبي كوانا لقول سيدي بهاي كدبنا ولا فراي عشر كأنه هراساسها كدبنا مركزها وحلو سوء عليا إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح جديد أيضا الله استعمال حرق عصب في زمن العدة أنت عدة كترته عدة إن شاء الله تعالى وقاردونا ونوصل صوتها حكم كرجعية قبل إلى سوء عليا حكم كيدو وجائز ويبنانتها وشيء بنان القرآن كقول بنان وواجب لما دهين وصنع لما دهين لكن وحلا وجائز لأنه قف قصي حرام وحسو عشت أمس كده لا القرآن كقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا قبلها رجعوا حق بيقول لي هنا سوء الشداء حدا يوناك كأنت وناك كذا نجي فرس آية القرآن كفرس إن أرادوا إصلاحا هدي وانا كذا لين لكن هدا وانا كذا لين ومشاكل الشيء اللي هو كنا تجسيد ذي تاعي هذا سعيش وقول فإذا ده لقى محل لقى فائدة يو إلهي آت كلو حكية فأمس وكوهن فإذا بلغنا أجلهم مركي قبل أتفرطه وعدرا أي قشه فأمس وكوهن سعيش بمعروف أو فارغوهن بمعروف قبل ده سعيش حاس كأجي دب سعيش أما سير نظيف ونكسن كوكلا تجا waxaa ku dhow dalil kale taa xadiiskii abdullahi ibn umar markuu xaaskii si furay iyadoo caada qabta rasuulku waxa amray soo cishab marka waxa halka kaaga muuqata in wax la soo cishaynaa maadaama iyo soo cishu soo cishashadu diinta waa ku banaan tahay oo waa shay banaan shuruuda marka gabar aad furtay soo cishanayso shuruud baa laga doonayaa qaab iyo nidaam inaad marta raba shuruuda la marwo waxa waa an yakuna nikaahu saxiixan markii hore way inaad ku qabtay nikaah sax فإن كان فاسدا فلا رجع مركين وراء هذا اللغو اللغو يس سقط معدن وإن النكاح صح سقط قبل بلايات بلايات كل شوكتين إله بعيد كلا كعيد دواء سوون قرنا النكاح وينه صحيح يا برا قلب كلام دواء ويه طلاق قاس أتقبلنا كفر طي أو هري وينها بلا عوض بلا عوض وينها بلا عوض على قبضه وين أن قبضه سو حبك هاي قبض دلهم فإن كان بعوض كالخلع خلع وعليه لا قبضه طلق هذا هنا كئيب ست وفرتان طلق هذا ويكعرت العقبة كاسس la waku banaantahay markay kaasi sato masuuceyshan karto khulcigu dalaaqa ma hoostaga waa baab dhan oo baabul khulci leeyahay oo jiray iskiiso insha Allah ta'ala aan gaari doono marka haddii gabadhaas soo dalqaan ninka gaatay rajca ma jirto qodobka saddexaad waxa weeye marka gabadhu ninka soo ceyshanayo an yakuna qad dakhala biha ninkaas oo gabadha waa inuu galmooday galma meesha weyn ka dhacday hadaan meesha galma ka dhicin fala rajca waa ayada quraanka ayd baahay ya ayuha alladina aamanu idaan nakhatum al-mu'minati thumma dallaqtumuhun مركات قبلها جورستان كد من فرطان من قبل أن تمسوهن يلا إذنكم قال مس سامعين استعبا استعرق فما لكم عليهن من عدة تعتدونها عدة قبلها سجل مسو صادر عدد قبلها سحوي و رجع مقل يسو قلب كل حجة أفراد وحوي أن يطلق تطليقة واحدة أو اثنتين قبلها سوى إنه كفر هل فرين هل مروى إنه فر
أما لبا فرين أفرى هدي صدق فرين بودا مارين فلا رجع حجاي محد سعلسة حمش بيا له وعبنا مارين وهول كلاتوي قلب كشنادوع ويا أن تكون في أثناء العدة فإن لم تكن في عدة فلا رجع كما أن واحد سعلسة كرتا أنت عدة كشرت عدة أنا بقاردون عشر كغيبت البدو عدة أنت كشرت سعلسة كرتا عدة ومدلة سعلسة كرتا هدي مدلة كبحضه ومدلة كجودبتو وتصالح صدح بلودي بتدوه هيدا صدح بلودي أوركلا تقدر سنتو وحقدر سما مسوي علين كرتيو قلبك تضو لحد وقدم بيشرود وعوي أن تكون الفرقة بلفت الضلاق وأن ضلاق الوكلتي هذي اللعان تهاي أما فسخ تهاي يوم حكبتو كافر تهاي كمان المحكمة ده كافر تهاي أما اللعان كيو باب اللعان اللي قال لي شلون باب النكاح عن كسر براني بعد بالوكلتي أما محكمة ده اللي جي محكمة ده سكوب هكتون سكوب بعدين بمحكمة ده المحكمة ده كافر تهاي رجع عدم ب ماشي أكو بشر توي من السوء عشان كرتوي قاعد إذا كلا يكون عندك واحد ويا مركز قبل رجع على سمين السوء عشان السوء مرخاتي اللي بعاني سياسة هذا وكوجو إنكرين إذا السوء عشان سياسة كوجو لهن مرخاتي اللي بعاني سيدا جورك ها وبنان تاعي مرخات الله سمي وأشهدوا ذوي عدل منكم تبادا مرخات الله سمي وبنان هذا لكن السمينين بحربات لا تجب ها ولا تجب في قول جمهور العلم واجب ما مرخاتي قاس رجعادو maxay ku xasilaysa macnaheedu nin haaskiisa soo cishtay maxaa ku noqonaysa min niyeysanaysa wax oranaysa waa soo cishtay bal suuq la wareegaysa mise waxyaalo ay ku xasilaysa jirta waxyaalo ay ku xasilaysa jirta waxa uu horeeyay inaad tiraahid waa soo cishtay raajacta maraati radadtaha aadtaha amsaktaha waxa soo dhawaa alfaad ku banaaw raajacta waa soo cishtay haaskaygi radadtaha waa soo cishtay aadtaha amsaktaha kulli waxay kala ku xasilaysa ayaduna waa ay رجعته كحصل إسا قال ماذا وتحصل الرجعة كذلك بالوط قال ماذا وكحصل إسا ها قال ماذا أسكال السياحة تقبلها تقول لي تكتب ساكت فرطي عاوة تكتي كوش والله السياحة إلا وكوبا نانتها بس وقال موطي وكحصل إسا رجعتي وننسوا عشتبات قبلنا الله فري لكن فرين كادو وياه فرين محدود عدة رجعة كتشرتا هل فرين بقى لغو فري أما الله بقى لغو فري معي حق الله ما للرجعة وما عليها حق ما حيقول لي هاي ما حسأل حق له يقولي كبرنا نوع عاصه وزوجة وحيقول لي هاي ما للزوجات وحيا ضمر كلا قبالة هاي بيلها بيلك بيلها هاي أرتيك بيلها هاي ديجانك بيلها هاي إلهي بس سبحانه وتعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وفرس لا تخرجوهن بلا سبحانه وتعالى قريه هذا كسارن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبين كبروا ان يقولوا كبحد لما اغلى نكونوا كسار لما اغلى لانها زوجه وكبر لقبيل متاوي فلها حكم الزوجات ولها وحيكل حق لها لو ليه ان تتزين لزوجها وله ان يضاجعها نكيدن لا سيحد حق ليه ايضا حق وحي لها ان اسو قرقر حسنين كيرا او كسبته سو عشتوي ويلزمها ما يلزم الزوجات من حقوق مركاس اي وحي يلانسا حقوق دي ان اي عاديه هيد وحق لهيد بيليسا او ودا نولان شي عاديه هي وحي لميد كها بلشوين كما انت اينو نو كمنهي مجتمعات كا اينو نو كمنهي خيالها لو اركي وها كميده كبدوم ويبا اسكا بخايسا بمجرد الخصام مرن كليه markii la murmo furan furriina sawir meesha ka dhicin ba iska lugaynaysa iska tagaysa maxaad moodaa marka dalaaqi kabadu haday ciddada u dhamaato idan taat ciddatu raj'a qabla an yuraaji'aha ninkii uu soo rajaysan oo soo cishan ba gabadha ciddada dhamaatay hawshaas ninkaasi gabadhaas uu kala dhamaatay waxa lagu magacaaba baynunati suqra tii macnaha ninka ka fogaatay si waliba meel dhaxa وحرمت عليه إلا بعقد جديد كبرنا أنك حرام بك تهاي عقد عصب إنه يماد بويانه حرام بك تهاي ومحوي مسوع الشنكر سألنا كبرنا محوي ذات أغراء صدح ديك بها شيء صدح ديك أنت هلا سنين كانوا مسوع الشن أما ذات الشهور صدح برد اللي جذوها باب العدة مقارد كقاردونا مرك عدالي بيكب حضي نين كاس مر لبعد قرديب وقرسن كرا لكن سوء عش شدي ما شو كب حضي نكاح على بعضنا وحوي شروط النكاح وعاريك هيد بوليه هاي ودونيه الوالد كده بكدونيه سوريه هرله يمهر هرله يدوني هرله مرخاتيار هرله وداد هرله حوله هرله ساس أيها وحوي لو دونيه وحين إسكو قبيان مركز ساس عقد صب مركو دعه وح إسكو قبيان وكوير تشوقيان أنت وهرسلي سؤالها عشر كوحويه رجعنا معنا هذا ولا جربة فرقه ولا حيا رجعنا يا باين قبل الرجعية ده بين الرجعية والباين أيضا ولا جاد دونيه دليل بدو كنا سارجعنا
بل دليل وحد الله قرآن وبر يحسن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا طلق امرأته طلقتين فهل له رجعة؟ طبعا مسوع شنكره نقادون نكو الله بفرين حاسس كفر مسوع شنكره. وما دليل ذلك؟ إذا خالع زوجته أو لعنها فهل له رجعة؟ كبدا خلعك خلع هذا الغريب يبست. أما لعان بالقلع لعان كباب نكع على قبرته مسوع شنكره نك بلينا على غرب دليل كيريو إن عديسه. هل تحصل الرجعة بالوط؟ بين ذلك. هذونك حاس كيس أسون حالين سجل مروس كلاس يحلو خد عمل نغنيسا. هذا أنت صهات هاي عدى هذا ما يتهان عدى. هل يجوز للرجعة أن تبقى في بيت مطلقة قبل دخول الغفر يبي يجوجيسا مسوي كتير كرتا أنت أصنع وعلى غربه. بعدين أقول إن شاء الله تعالى العدة وعشر كغيبت الله بعض وأدوسي وينين عدة وحاجة شجبر لفري سيدا بقى. أرضي وأنه برتاح عدة وحيد هاي. إسلامك سيد عدة وحيد عدة إسلامك عدة كلها. محو عدة مرك إسلامك عدة شيء عدة بني محو وشيد كسي هرف كيس محوها. أرضي وأنه صار صار حكمة دك وشرته رجع على إيوه إن حاس وصلى الله بطه إيوه عدة دي وحيد لمتك. إن عدة قيعتان كده وحوي ألوقيها تربص. المحدود شرعا المحدود شرعا ماخوذ من العدد وحوي ومدو بي كبدو سوغيسا تربص المحدود شرعا ومدو ان حل لا جانغوي شرعه جانغويسي اني غبدو نين لا اهتو نينك هور مركو فري يا غور كدب سمينيسو مدو جانغو ان با شرعه سميس من والى هلكاس لغا بلابا هلكاس لغا جوجيا مدلا غبدو نين لما غورسن كرتو شكان سما قال لك أرتو حول بدن بيسن قبانين عدة كتيرتها نين كيدو هرو كل عام كرتاسين رؤوس وشجني حكم كيدو عدة إن لقى له واجب على كل مرأة فارغة زوجها بدلاق أو قلع أو فسخ أو وفاة ويجلس قرآن كير والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مركا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تقبلن معنا وعوي قال ما كدع وحب الله قال ما هو وأن قال ما كدع وحوي وحوي أيضا عدة قليل ميسو عدة كثر ميسو وإن كان عينينا أو شبيه هدون إن كانوا يعني من قبل بقى قال ما كرين واسك مسكينه وحوي قال ما دي بمس ما ينكر أود أمله أما ووأجي هاي كبر داسو عدة قليل ميسو لو ما يعبرن عدة كشول لأنه وحاله بدوق يه إن رحم كيدو بري هاي أيضا كبر داسو لهين حكى لي أور لهين عدة إلى سد لحن عبارة لغبشة عدة الحامل كبر أور كله كبر داس قضي أور ليه هاي أما هلا قدنت أما هلا فرو، أما واحد يخلع هلا سمعي، ومحكم معناه دلغة هجرت، أما واحد ويا محكمة ده كفرت، فسخ عصايس، أنت عصب عدريد واحد كويك تاي مركي وقولك لكتو، هوا ولا طول أحمالي أجلهن أن يضعنا حملهم، كبر دلغة دي على قدنت، هلا فرو، خلع كوي ماذا فرنين كام، فسخ كوي ماذا، مرها ده يقول لي ذاي، عدريد واحد كبع عيسى مركي وقولك لكتو، هما إنك عيد الشه سبعة لسة نوى جورسنا كرتا، أو بنان. هاي نينكا هوري waxa way cidada sideedaba waxay faa'iido u tahay baraa'atu rahim rahimka in ilmo ku jirin la cadeeyo mar haday gabadhaanu markay ilmo dhashay haday ilmo kale uurka ku jira suurtagalba maaho gabadha ninkeedu dhintay almutawaffa anha zawjaha bila haml ninkeedu ba dhintay uurna male cidadeedu waa 4 bilood nooc ay doonto kaad mar haday is uur lahayn ninkeedina geeriyooday 4 bilood iyo 10 cisho أي ترسني سا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر كبدا لفري رجع لك كشرت تان سوق هذا نادك الشكين ولا فري هل فرين بلغوا فري أما لبو رجع لي بكشرت مددي بكشرت رجع له فرين بين كعدة ترسني سا وحوي أيضنا عدديد وحوي والله سيك الغاري حضيت هاي قبل ديك هشة وديك عاد كله وقبلها ديك عاد وكل عاد كميت هاي وحوي عدديدو صدح صدح ظهري وين هشوا صدح عاد وين كل عاد كذب نكاق وبيستة صدح حيد يصدح ظهري وين هشة من فارقها زوجها ولم تحد كبر ننكر أي كلا تجين أيضا أو غضب كأفراد ننكر بكلا تجين عاد وكم عاد اللي سيقارين وقبرير أو يأس أما واكب حدا يسلم وين غطي وعبره صدح بلود ويلا تمر عاد وكل عين وثلاثة أشهر كبدا ديك باكود عشري ديك باكود عشري عادي هي الشرتي ويرتهي ويدا يرتهي ديك بي ويري سببت ديك حيث أنا قرن ميسو
meel kasta waa la barshay, caafimaadkeedu waa okay, raximkeedu waa okay, balaaya ma qabto. Gabadhaas xukunkeedu markii la furo ciddada ay gelaysa xukunkeedu culimmadu waxay yihiin waa sanad. Sagaal bilood tiscata ashhurin lilxamli inay ureeda laga soo qaadiyo. Sagaal bilood markii la sugo maalinta la furay, sagaal bilood markii ka joogto waxaa cadinaysa uur lahayn. Kadib baa waxa weeye saddex bilood oo kuwii cidira aysan ku dhici jirin baa loogu darayaa. Sagaal saddex lagu darina waa 12 bilood. Gabadhaan waxaynu nidhi dhiiggii baa ka guuray, ninkeedina waa la seexdaa, inay uur qaadi kartaa dhici karta. Dhiiggii kala sooci jiray uurka iyo uur la-aantana ma kuma dhacba gabadhatan, waa hal mar bay weydi, sababtana garan mayso. Hadda waxaa dhici karta inay uur leedahay. Sagaal bilood baa dabaa la isugu qabanaya. Sagaal bilood marka la joogo waxba cadaanay. Haddii uur soo baxo, haddii uurkaasi ku cudurtirsanaysa, hadduu uur soo bixi waayana, sagaal bilood markay dhammaato baa waxaa lagu darayaa kuwaynu ka soo sheekaynay qodobkii saddexaad oo ahaa gabadha aan caadadu ku dhicin ama way yar tahay ama waaweyntaha waayaa isabaa lagu darayaa. Markaasay waxay noqonaysaa saddex bilood baa lagu darayaa, sanad bay tirsanaysaa. Cumar ibn Khattaab radiyallahu tacaala canhu baa sidaa xukumay, saxaabada rasuulkuna kuma inkirin. Imra'atu al-mafquud, nin baa baddaas wuxuu doonta dekada wuxuu ka rartay arin boosasood, waa la waayay ninkii jaan iyo cirin meel u dhigay, waa la waayay meel uu jaan iyo cirin dhigay, waa la waayay. Ninkaa labaa loo kala qaaday. Haddii ninkaasu yahay nin la isleeyahay maqnaantiisa uu maqan yahay nolol kuma maqnay, ninkaasu waa geeriyooday, doontu watay baa degtay, dhulkii uu ku noolaabaa waxaa ka dhacay halaag, dabayle iyo fayadaanaad iyo daadad iyo waxbaa ku kacay, dhulkii oo dhan bay la simeen. Gabadhaas ninkaas ladii la isleeyahay, ninkaasu ma noola oo nolol kuma maqna haddii la isleeyahay. Culimmadu waxay yidhahdeen waxay sugaysaa 4 sano 4 sanadood bay sugaysaa, laga bilaaba min faqdihi maalinta la waayay, maalintii la waayay laga bilaabo 4 sanadood bay sugaysaa. Haddii laakiin la isleeyahay ninkii waa nool yahay, ninkii ari buu rartay, wuxuu tegay cumaan buu tegay, cumaan inuu joogay oo magaalada joogay waa la ogaa, ninkiina waa la waayay. Waxaa marka la isleeyahay ninkii waa nool yahay baa la isleeyay. 90 sano 9 sanadood bay culimmadu yidhaahdeen. Laakiin 9 sanadood xaggee laga bilaabaya? Maalintu dhashaa laga bilaabay, maalintii la waayay kii hore, maalintii la waayay laga bilaabay, kan maalintu dhashaa laga bilaabay. 85 sano hadduu jiray, 5 sano ku darsanaysa. 9 sankii hadday 2 bilood uga dhimanayd, labadaas cidda tirsanaysa. Waxaasoo dhan marka waxa weeye waa hadal aan ku dhisnayn qaacidooyin rasmi oo diinta kuma dhisna. Qofkan haday gabadhu ninkeeda weydo oo la waayo, muddo go'ana la waayo, maxkamaday tegaysaa, maxkamadda ka fasaqaysa. 9 sano sugi mayso, 6 sano sugi mayso, 10 sano sugi mayso, maxkamadda ayaa ka furaysa. Gabadha ciddada ku jirta xaggee ku cidda tirsanaysaa? Gabadha haddii laga dhintay waxay ku cidda tirsanaysaa gurigii markii ninkeedu dhintay ay deganayd bay ku cidda tirsanaysaa. Hadday tahay gabar la furay oo ciddatu rajciya ku jirtana waxay ku cidda tirsanaysaa gurigii lagu furay. Hadday tahay gabar ku jirta inta la furay dalaaqu u dhamaadayna meel allaala meeshay doontay ku cidda tirsanaysaa. Qur'aanka gabadha rajcada ku jirta ayaa ugu muhiimsan. Qur'aanku wuxuu walaa yakhrujna illaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina. Gabadhaas marka halkaasay ku cidda tirsanaysaa. Xidaadka baa ugu dambeeya. Xidaadku waa tarku ziina bisababi mawti zawj. Xidaad waa gabadha laga dhintay ciddadeeda weeye, ninkeeda baa dhintay, xoogaa mudaabi waxay ka tagaysaa isqurxintii iyo xaragadii iyo waxaas iska dhaafaysaa. Xukumkiisu waa waajib weeyaan. Haweenay kastoo ninkeedu dhintay inay xidaad gasho waa waajib, waayo xadiidkii nabiga laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aakhir an taxudda calaa meytin fawqa 3 ayaam ilaa cala zawj faynahu 4 ashhurin wa 10. Xidaadka xadiidkaasaa asal u ah waxyaalaha ay gabadha xidaad ku jirta iska ilaalinayso. waxaa ugu muhiimsan oo ugu waaweyn kow udgoonkii, waxyaalihi udgoonaa rasuulku wuxuu yalaa tamusiiba waxaa ku xiga xinni cilaankii iyo sharsharaxaadii quruxda keeni jirtay. Waxaa ka mid a dharkii quruxda badnaayo maaratay guur lagu dareemayey. Waxaa ka mid a xullidii, xaragadii, dahabkii iyo dhegadhegihii iyo wixii soo kala gashan jiray. Waxaasoo dhan waa iska ilaalinaysaa muddada ay ku jidho gabadhaasu xidaadka. Gabadha xaadada ah xidaad ku jirta guur maya, shukaansa xataa maya, wax u eg xataa maya. Gabadhaasu xataa hamiinkii magaalada looma ogola, maalintiiba laakiin kasoo danadanaysanaysaa. Waxay kaloo xaq u leedahay diintu siisay dhar qurux badan inay xirato, inay isnadiifiso, inay shimaheeda shalaysato, danaheeda iyo waxyaalaha ay u baahan tahay inay magaalada kasoo qabsato. Safar xataa waa geli kartaa aan shareecada khilaafsan. Asnada ugu dambaysa casharkeena waxa weeye cidda inaad qeexdo xukunkeeda, inaad ogaato faa'iidada ku jirta, inaad barato. Haddii gabadha la furo qabla dukhuul
أيضاً الله قلمون أو الخلم أما ننكب أرق فما حكم عدتها عدة يقلي سامحيتها ننكب أنا وافري ما أرق مريكة بجرت أسنى سمالي تشوف وما أرق وافري عدة يقلي سا تلو عدة ما قلي سا نسجل ميسو أنت عدة ما حكم العدة في حق كل من الحامل المطلقة المطلقة رجعيا اليائسة الحامل المتوفى عنها زوجها امرأة المفقود انتاس ايا اغمهم سوي اين تعتد كل من المطلقة الرجعية والبائن والمتوفى عنها زوجها انت ايا اغمهم سن هل كاس ايو عشر كنو كتشو غيار دي مانتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.